استمتع الجمهور بالمسرحية الكوميدية الشيخ شغلول التي تعرض للمرة الثانية على الركح بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بولاية الوادي بعد تعديلها وإثراء مشاهدها. ولاحظنا جيدا ما حدث فيه من استجابة للنقد على العرض السابق، يعني أدت صورة أكثر شمولية وأكثر دقة للموضوع. هذا العمل الذي له باع طويل في تنوير المجتمع السوفي تثقيفي كما قال شكسبير: أعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا. المسرحية في قالبها الهزلي تسلط الضوء على خطر المشعوذين الذين يدعون أنهم شيوخ للرقية الشرعية لسلب أموال الناس بالباطل وزرع الخرافات. شكرا لكل من حضر العرض. العرض الثاني لمسرحية الكوميدية الساخرة الشيخ زغلول تحكي يعني على كيش النخبة والخرافة، صراع السلطة من يؤسس السلطة، وعن الرقاة الجدد. في دور درغيش، السيد ضايون درغيش يخرج للشارع ويجيب الناس ويفتن بين الناس غير باش يجوا يديروا حصة عند الشيخ زغلول، وطبعا الشيخ زغلول يتحيل عليهم ويلعب لهم على عواطفهم وعلى أوتارهم الحساسة غير باش يربح من عندهم ماليا وباش يستغل الناس. راح نكشف الغطاء على كذا مشكلة اجتماعية. استمتعنا اليوم بعرض المسرح الشيخ شغلول لنادي مسرح سوف بدار الثقافة محمد الأمين العمودي. هذا يدخل في إطار البرامج دار الثقافة في برنامج صيفي. طبعا شفنا شباب لأول مرة يطلعون فوق الركح وأبدعوا، وهذا هو هدف. وتبقى الفتنة والذهن الحصيف هي السبيل للتفريق بين الغث والسمين، كما للمسرح دور مهم في تقويم السلوكيات الاجتماعية الخاطئة.